متى يبدأ الشاب تفكير في الزواج؟ اسمع أنت إن شاء الله تعالى. جميل سؤال. جاني يعني في إحدى المدارس طلب مني محاضرة أو كلمة، مدارس الأولاد يعني الثانوية، وجمعوهم يعني الشباب في غرفة، فقلت لهم أنا وزعوا عليهم أوراق، أنا أريد أن أعرف هموم الشباب. سألوهم ما تكتب اسمك، كتب ماذا تريد، ما العائق عن المسير إلى الله، ما العائق لإصلاح النفس، ما العائق كذا، إيش اهتماماتك. فواحد صريح جدا ما شاء الله عليه كاتب أنا أريد أن أتزوج. لما حال الأستاذ هذا خبر أبوه، هذا خبر أبوه يكمل ما يكمل سنة يتزوج. ليش؟ إنزين، على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يا معشر الشباب من استطاع منكم إيش الباءة فليتزوج، كان عنده المقدرة فليتزوج. لماذا؟ لأن فيه نجاة، فيه إعفاف للجنسين، للجنسين، ما للشباب الرجال الذكور بس، لا لا. يعني هذا احنا شباب حتى لو ان الاخوات هذا لاخواتنا. زين، في احدى المرات ارسلت لي يعني فتاه في العشرينات تشتكي، يعني ترغب او تريد تبحث عن حل للخروج من ممارسه العاده السريه. فسالتها انا انت متى بداتي حتى نعرف اصل المشكله، شيء صحبه ماشي صعبه. قالت من سن مبكره قبل البلوغ. سبحان الله، كيف يعني لا يمكن لشيء يتحرك داخل النفس قبل البلوغ؟ شهوه ما شهوه، ما الذي حركك تجاه الصحبه السيئه، الزميله الموسمو اللي عندها هاتف وعندها مقاطع وما ادري. الان هذه غريقه تريد ان تخرج، كيف تخرج؟ يلا جلس حل، اعطي ذكر، اقول اقوم اسير. زين، فهنا اذا الزواج بعد ذلك تقول للمسكينه، تقول لي شيمه اذا وجدت لي زوجا صالحا. فقلت له ان شاء الله نحن نبحث. من زين، وإن شاء الله تعالى الله ييسر لك. فهي الآن همها مسكينة الزوج الصالح. إذن كما هو هم البنت، كما هو هم الشاب، هو هم الفتاة أيضا. هذا هم، هذه هموم مشتركة، لكن تظهر أكثر عند الشباب لأن من طبع البنات الحياة. فمتى يبدأ الشاب التفكير في الزواج؟ من يخرج منها مباشرةً.